المباراة أقيمت على استاد مدينة زايد في أبو ظبي، حضور حوالي 30-31 ألف متفرج. ردود الفعل وأحداث اللقاء مع مدير رضوان. من توقع أن يصنع كاشيما انتيلر المفاجأة وأن نشاهده في النهاية أمام العين؟ جاءه الرد من الوحش الويلزي بثلاثية كاملة دون رأفة ودون عناد من الجانب الياباني. نعم، ريال مدريد صال وجال، وقلنا منذ الأمس أن اسمه مرعب، وكأنه أوجد حالة ارتباك وسط صفوف بطل آسيا، فكان ضائعا على أرض الملعب. الجميع تغنى بالنجم الويلزي جاريث بيل، فكان سيد المشهد دون منازع، وطبعا لن ننسى فضل زملائه بتمويله بهذه النجومية. كاشيما أحرز هدفا في الوقت الأخير لن يكون سوى للذكرى، والريال أثبت الجاهزية، وسولاري يريد إثبات الذات بقدرات الريال وأن شيئا لم يتغير، فما زالت الألقاب تعشق خزائن النادي العريق. مدير رضوان، صدى الملاعب.